أنا خريجة جامعة بغداد كلية فنون جميلة وعندي دبلوم معهد بريطاني لغات. بلشت مدونة على مواقع التواصل الاجتماعي وحاليا مقدمة برامج. انطلاقتي كانت من ام بي سي عراق. ممتاز، تستحقين. شكرا جزيلا. شكرا. وهواياتي شنو؟ أحب أسافر وعندي استعداد أشوف 7 أفلام بيوم واحد. أهلا وسهلا. طيب خلينا نشوف. شو نشوف؟ يعني قابل أشوف الدربين مثلا؟ كلك أشوفه. هلا هلا رضا. يلا رضا. رضا اسمك الكامل انطنيه وعملك وهواياتك. رضا طارش، ممثل فرقة القومية للتمثيل. هواياتي مشاهدة كرة قدم، يعني دائما أحب كرة. كنت لاعب طبعا. الهواية مشاهدة.